لو الحكاية فيها إن فيجو نقول سيدينا الأساسيين بالنسبة للاتحاد، فكان يجينا برضو خلفة على اتحاد الكرة مع ست الذين بدرس الموضوع مع دكتور حسن في أبعاد كثيرة جدا. اخر اتحاد الكورة عنده مشكلة انتخابات، لا احنا لا تبطحها ولا تفكر فيه، ايه اللي دخل اتحاد الكورة في مشاكل انتخابات؟ انا هرد عليك ببساطة شديدة. اتحاد الكورة دخل في انتخابات هو رد مرة اي كان الأولمبية، الأندية هي التي تنتخب مجلس إدارة الاتحاد، وبالتالي إذا تم تنفذ مثلا لو أنا وزير النهاردة بديك مثلا بسيط، احنا عندنا جمعية عمومية مثلا في الاتحاد التنس عشان أنا بتاع الاتحاد التنس من 10 سنين، لو أنا النهاردة وزير الرياضة والقانون 47 75 75 79 يقول لي من حقك تغير مجلس على الدكتور حسن مصطفى والأستاذ خالد. فبكل صراحة لو كانت أنا توليت الموضوع في وقت قبل بدء فتح باب الترشيح في 118 نادي، يعني لو كنت جيت في اول يناير ربما كنا غيرنا الخريطه شويه واسرعنا، لان ما كانش لسه في وقت ومفيش انتخابات فتح باب الترشيح، اسرعنا في انهاء القانون واللوائح وعملنا الانتخابات على هذه اللوائح الجديده المطلوبه من الاتحاد الدولي واللجان الاولمبيه، وعملنا اللوائح حتى تحت الانديه، ثم عملنا الانتخابات في الدور الجديد وما كناش دخلنا فيها. لكن انا الحقيقه جيت بين زي ما بيقولوا كده شقي رحمه، أندية منحت وأندية انتخبت وأندية عندها انتخابات تاني يوم زي نادي الترسانة ونادي كوليليل ونادي بيلا، أندية عندها بعد أسبوع، أندية بعد 10 أيام، أندية خلصت نتيجة الموقف مختلف جدا. أنا توليت يوم 1 مارس وكان أول يوم ليا في الوزارة الجديدة. فكان عندنا حل من اثنين، نأجل الانتخابات ونلغي كل هذه الجمعيات العمومية، ويا إما نعمل انتخابات ويبقى عندنا معرضين للإيقاف النشاط الرياضي، لأن هذا ما كانوا يتكلموا. لابد أن نعد القوانين طبقا للمعايير الدولية. لكن ماده 24 بتقول كده، لكن ماده 224 بتقول مع استمرار القوانين المصريه مستمره في اصدار القوانين المطابقه لها. يبقى انا برضه في تاثير الانتخابات كنت اعرض برضه ايضا، واحنا كدوله نعرض ان احنا لم نطبق القانون المصري المستمر حتى اعداد القانون الجديد. ولذلك كان ممكن نتعرض لحالات كثيره جدا وثلاث انديه كثيره جدا صارت يعني تقاضينا كيف لم نعمل انتخابات في الوقت المحدد طبقا لقوانين الدوله المصريه. وكان ممكن جدا يصدر حكام بان انا لازم انفذ هذا القانون، ولو كنت امتنعت عن تنفيذ هذا القانون كنت اتعرض لمشاكل كبيره جدا ان واحد مجبور يمتنع عن تنفيذ فصل خلاص. وكان هذه الاحكام كانت ستصدر في اقل من 48 ساعه، لان في مواعيد الانتخابات فلما هيتقدم فيها المجلس الدولي هيديله القرار او يديله حاجه قبل الميعاد. فدي كانت مفهومه، لكن الميتين مهم برضه. المهم الثاني طيب، تعالوا نتكلم ازاي هنقدر نصدر قرار ثلاث. اولا من وجهه نظري السياسيه ان انا عشان اتقدم لرئيس الجمهوريه اقول له اتفضل اعمل لي هذا القرار القانون، اولا القانون مش جاهز، فقد ياخد على الاقل اذا اشتغلنا الجوف وليل وجبنا المجتمع وقلنا الحوار وقلنا كذا هياخد شهر عشر. لان ما لدينا الان هو مشروع قانون لم يقع على اللجنه الاولمبيه لسه، فلسه اللجنه الاولمبيه المصريه بلجانها هتشوف القانون. هنفترض ان اللجنه الاولمبيه خلصت في شهر ثم عرضنا للحوار المجتمع. الزمالك ساحل ساقل الانتخابات. اذا لغى الانتخابات انا هخش في مشكله قانونيه ثانيه تماما. لان انا وضعت لك الانتخابات وقت تاني وهيعملها تشكيليه وهيعملها امتى، لان طبقا للائحه الاستاذ طه الوزير كابتن طه الوزير انا الانتخابات تتم في الثلاث اشهر التاليه لانتهاء السنه الماليه اللي بتخلص 31 ديسمبر، فلازم اعمل انتخابات قبل 30 يناير. اذا تاجلت كده تتاجل بعذر خلوني لمده كذا ونفس الوقت. اما الغاء الجمعيه العموميه بواسطه الاستاذ نزار عباس ستعرضنا لمشكله. هتعرضنا لمشكله كبيره، خلاص هعمل انتخابات كمان امتى؟ بعد شهر بعد اثنين، هذا بخلاف ما قد يتم من المرشحين او لا. فحاولت ان انا اكلم سيدنا الدكتور عباس وشرحت له الموقف ولكن هو متصنف على هذا الموقف. بس فكل الفكره ان انا طلبت مهله من اتحاد كره القدم، كان المفروض ارد يوم 10 مارس. فرديت من اتحاد كره القدم قلت له انا بطلب مهله ان انا اخد لان انا لسه جاي جديد يوم 13 مارس هذا هو يوم 5. والاتحاد المصري ارسل هذا الخطاب للفيفا ما جاليش رد، لكن انا طلبت مهله حتى يوم 13 مارس عشان احاول احل المشكله. انا لست ضد معترض ضد طرف ولا اي حد، لكن كل الفكره هذا الموقف بصراحه وبمنتهى الشخصيه. وما يقال ان احنا بنضغط على الساده اعضاء مجلس اداره الاستاذ ممدوح عباس اللي بتدخل معاه، هذا والله غير صحيح. غير صحيح ولا ده اسلوب. انا كل ما حد ان انا قابلت الاستاذ احمد جلال ابراهيم في الوزاره. قابلته داخل الوزاره، انا داخل من باب قابلته الاستاذ احمد جلال. فوقفت سلمت عليه. وما بقتش فاهم هو الاستاذ احمد جلال مرشح في الانتخابات الجديده، وفي نفس الوقت هو في مجلس الاستاذ ممدوح عباس. انا مش فاهم وانت لو انا رجعت ترجع ولا انت لو رشحت ترشح ده هذا هو. فكل ما سالناه وطلبنا منه اذا انت ناوي تكمل الجمعيه العموميه قول ان انت مش هترجع
في مجلس السن المحقق ومرض، يعني هو لسه بيفكر ويشوف مرض. فكل معلوماتي برضه اللي معايا صوره منها ان السيد المهندس عوف جاد تقدم بالقلم 25 في الماضي وفي وزاره الرياضه انا كنت اعرف جابوا لي اي صوره. الدكتور حسن مصطفى كان جائي مصر بفكره معينه وشايف رؤيه معينه وماشى خلال الاسبوع ال 10 ايام اللي حكينا فيهم اقتنع بكل هذا الموضوع، وهو اللي كان بيدافع وهو اللي كان بيحاول يقنع الناس في الخارج ان هذا هو الطريق اللي احنا شايفينه دلوقتي في الظروف المصريه هو الصح. شكرا جدا حسن.